السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة أم خولة. كنتمناكم تكونوا بخير وعلى خير ودائما مع الجديد. اليوم جيت نشارك معكم دجاجة محمرة بطريقة الأعراس بالتضغميرة معلكة وكتجي لذيذة. نتمناكم تجربوها، ندوزو المقادير وطريقة التحضير. شوفوا تبارك الله مريقه، جات عاقده وجات لذيذه ومعلكه. وضروري مع الاطباق ديالنا كنحضروا خبز الدار. بسم الله على بركة الله. كنحتاجو الدجاجة بعد ما نقيناها ورقدناها في الحامض وسكينجبير والملحة، كنحتاجو المعدنوس، كنحتاجو الثومة، كنحتاجو المصير، كاين ضامة ونص نتاع الزعفران مكعبات، كاين الملوين، كاين الهريسة، كاين نص معلقة نتاع الابزار، كاين معلقة نتاع سكينجبير، معلقة نتاع الخرقوم، كاين شوية ديال الملحة. كنزيدو عليهم الحامض بعد ما عصرناه، كنزيدو شويه د الماء وزيت الزيتون، كتزيدو معاه شويه ديال المروزيه والسمن. انا ما متواجدينش عندي، ما درتهمش، خدمتي بالعناصر اللي متواجده عندي في البيت وجات لذيذه. بعد ما خلطنا العناصر مزيان كنقصو شويه، كنزيدو على البصله اللي غادي نطيبو فيها الدجاجه، والنصف الاخر كندهنو به الدجاجه مزيان، كندخلو كندهنوها من الداخل من الجوانب من جهة الصدر باش كتدخل فيها الإقامة. كنخليوها واحد ساعة ولا ساعتين، ومن بعد كناخذوا الطنجره اللي غادي نطيبوا فيها، كنديروا فيها البصله، كنزيدوا عليها ديك شويه ديال التشرميله اللي نقصناها من الدجاجه، كنديروا من فوق الدجاجه، كنزيدوا عليها الشرموله اللي بقات منها، كندير الدجاجه فوق النار، كنمرقوها، كنتكوها بواحد العود باش كتدخل الاقامه مزيان في الدجاجه. بالنسبه لزيت الزيتون حتى كتغلى الدجاجه مزيان وها باش كتدخل الاقامه في الدجاجه. كنخليو الدجاجة كطيب، في الاخير كنزيد الزيت، كنقلبها على جميع الجوانب.
من بعد ما داز واحد الساعه نتاع المكانه كنحيدو الدجاجه من المرخه، كنزيدو عليها البصله، كنبقاو نحركو بالنسبه اللي كانت عندكم القانصه والكبده كتسلقوهم كتقطعوهم كتزيدهم على المريقه. انا زدت هنا الزيتون، كنزيدو عليها الزيتون بعد ما سلقته مع شويه ديال المرقه ديال الدجاج وشويه ديال السكر شويه ديال القرفه. ما درتش الكبده، ما كانت عندي الكبده ما درتهاش. بالنسبه للدجاجه دهنتها مع شويه ديال الزبده مع شويه ديال الزعفران ديال الطامه، دخلتها للفران تحمر. هذا هو الشكل النهائي ديال الدجاجه بعد ما وجدات، وهذه هي المريقه، راه جات عاقده وخاطره. نتمنى لكم تجربوها، ما تبخلوش عليا باللايكات والاشتراك باش يوصلكم الجديد ديالي.